حياكم الله مشاهدينا الكرام من الرافدين، أهلا وسهلا بكم في صدى أقلام جديد نلصق فيه أبرز ما كتب في الصحف ونبدأ بهم العناوين. موقع الترا عراق، الفيروس القاتل يفتك بنحو 10,000 شخص في العراق. نقرأ من المدى، ناشطون انتفاضة تشرين أعادت الهيبة لصوت الشعب وقالت حكومة قمعية. في صحيفة الزمان، البرلمان إغراق العراقي بقيود الاقتراض يهدد بالإفلاس قريبا. في موقع عربي 21، قصف صاروخي يستهدف محيط مطار بغداد الدولي. نطالع في صحيفة القدس العربي، المدفعية التركية الثقيلة تقصف مواقع النظام السوري في سراقب شرق إدلب. في العربي اللندنية، ضخامة رواتب ملايين الموظفين تهدد العراق بالإفلاس. وفي ساندي تايمز، مرض ترامب بكورونا تنبيه للولايات المتحدة. إن تشريع نظام انتخابي وتبنيه يقوم على التمثيل النسبي ويشجع الطائفية والانقسامات المذهبية والعرقية، هدفه تعزيز الطائفية وتكريسها بما يتلائم مع الدستور ومع مشروع الاحتلال، الأمر الذي أدى إلى قيام مؤسسات دولة تشجع وتكرس الطائفية في النظام السياسي والانتخابي، مما دفع الجميع إلى التخندق الطائفي، وخصوصا بعد أن عد العراق دائرة انتخابية واحدة، بحيث أصبحت الطائفية مستحكمة من النظام السياسي الجديد الذي أصبح نهجا وسياقا طائفيا تتبناه جميع المكونات. هذا ما جاء في مقال الكاتب حاتم الفلاحي في موقع مركز الرافدين. من المعروف لمتابعي الشأن العراقي بأن المشروع السياسي للاحتلال استند على المحاصصة الطائفية بين المكونات الكبرى في حكم العراق، الأمر الذي يقتضي أن تكون هناك أدوات لتنفيذ هذا المشروع، مما يتطلب تشكيل أحزاب وكتل سياسية طائفية نتيجة التأثر بالموقع الجغرافي على أن تكون موافقة على تنفيذ هذا المشروع الذي يقوم على أساس طائفي، الأمر الذي أدى إلى نشوب صراع سياسي وعسكري كبير بين المكونات يقوم على أساس المصالح والنفوذ بين الطائفة الواحدة وبين الطوائف الأخرى فيما يخص نسب التمثيل وحجم ومكانة كل طائفة، الأمر الذي أدى إلى بروز وظهور أحزاب سياسية طائفية عمقت الشعور والانتماء الطائفي، مما زعزع الأمن والاستقرار وأدى إلى تفشي المحسوبية والمنسوبية في دوائر الدولة التي أصبحت تعاني من الفساد المالي والإداري، بل إن تشكيل أحزاب وكتل طائفية من جميع المكونات جاءت ضمن سلسلة متكاملة لمشروع الاحتلال التي باركها رغم طائفيتها وتبعيتها للخارج، حيث لجأ الاحتلال في تنفيذ مشروعه إلى الطبقة السياسية التي جاءت معه ووافقت على مشروعه الذي يقوم على الطائفية بكل تفاصيله، حيث كانت هذه الطبقة مهيئة ومتربية بالأساس على الطائفية التي بدأت تروج لها من خلال إطلاق شعارات طائفية لتعبئة الناخبين وحشد الدعم الشعبي والجماهيري باستخدام خطاب طائفي مقيت. إن تأجيج الصراع الطائفي في العراق جاء لخدمة المحتل والأجندة السياسية لكثير من الأحزاب والميليشيات التي لها ارتباطات وولاءات خارجية، فقد كون التنوع الديني والعرقي المناخ المناسب لقوات الاحتلال الأمريكي لإثارة التنافر والصراع الطائفي والمذهبي بين المكونات، وذلك لتمزيق النسيج الاجتماعي للمجتمع العراقي، فالإرهاب والطائفية هما وجهان لعملة واحدة. مرت الذكرى السنوية لانطلاق انتفاضة تشرين في العراق بجو احتفائي، إذ احتفل الآلاف في ساحات الاحتجاج بحدث مهم كان مقيضا له أن يغير الوضع القائم في العراق لولا مجموعة عوامل داخلية وإقليمية ودولية
تدخلت في مسار الأحداث وأعاقت وربما أوقفت الحراك الاحتجاجي. عن ثورة تشرين كتب صادق الطائي في صحيفة القدس العربي، فلنتابع. ربما كانت أبرز الضغوط التي مورست على الانتفاضة هي محاولة فرض مرشحين لتولي تشكيل الحكومة مثل الزرفي ومحمد توفيق علاوي، وممارست كتل سائرون والفتح النيابية وميليشياتها الضغط عبر ممارسة العنف والخطف والترهيب بحق الناشطين المدنيين. لكن كل ذلك فشل في كسر صمود الانتفاضة حتى تم تكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة. وحتى الكاظمي الذي يحاول البعض أن يصوره وحكومته على أنها الحكومة التي طالبت بها قوى الانتفاضة، لكن وقائع ما حدث تنبئنا بغير ذلك تماماً، إذ تم تمرير تكليفه وفق توافق الكتل السياسية الفاسدة التي تحاول الانتفاضة الإطاحة بها وبحكوماتها وبخياراتها. لذا لا يمكن اعتبار الكاظمي خيار الانتفاضة بأي حال من الأحوال. ما تركيز تنسيقيات انتفاضة تشرين الوارد في البيان الأخير، فكان على إقرار قانون الانتخابات الجديد بصيغته التي طالب بها الحراك والمتمثلة بقانون الدوائر الانتخابية المتعددة في كل أنحاء العراق، مع الإشارة إلى عدم إجراء الانتخابات قبل أن يتم حصر السلاح بيد الدولة وتجريم أي حزب أو جهة مسلحة خارج نطاق المؤسسات الأمنية، على أن يتم الالتزام بموعد الانتخابات في 6 يونيو 2021 تحت إشراف أممي ومراقبة لجان من مؤسسات المجتمع المدني وتنسيقيات الانتفاضة، وكذلك المطالبة بإلغاء التصويت الخاص ولو لدورة واحدة واستخدام البطاقة البارومترية، مع توفر شرط استقلالية المفوضية العليا للانتخابات وإبعادها عن أي محاصصة حزبية. ربما ستسفر نتائج انتهاء ظروف جائحة كورونا عن معطيات جديدة في العراق، وحين ذاك سيكون لكل حادث حديث. اتضح خطاب السلطة بوضوح وجلاء: من لم يكن معنا فهو ضدنا. وفي مضاعفات هذا الخطاب نعثر على نسق تسويغي مضمر مفاده: من لم يكن طبقا لصورتنا التي خلقتها السلطة لنا خارج اختياراتنا وإرادتنا فهو جاسوس يجري بالضد من فضائلنا الأخلاقية، حتى لو كانت هذه الفضائل حبرا على ورق. هذا ما جاء في مقال للكاتب رعد أطياف في موقع إلترا عراق. وعلى الرغم من كل الشباب الذين سقطوا في انتفاضة تشرين، وعلى الرغم من كل الاغتيالات والاختطافات التي حدثت على مرأى ومسمع الكثير، لم نسمع من هذا الخطاب الطهراني التجريدي أسفاً وتضامناً مع هؤلاء المغدورين. وبهذه الطريقة تتكشف لنا دوافع الخصوم وطرق تفكيرهم، وأنهم لم يكونوا نقاداً لتعديل مسار الانتفاضة، بل كانوا مطايا يسيرون في ركاب السلطة. فينبغي علينا أن ندرجهم ضمن السلطة وأدواتها، وهذا ليس تجنياً أو تفكيراً رغبوياً يحاول أن يسقط ما يتمناه على الواقع، بل كل الشواهد تؤكد ذلك. يوم هبت بعض الفئات الاجتماعية ومعظمهم من المعدمين للتنكيل بهذه الانتفاضة إعلامياً، حتى أن الكثير منا استشعر ثورة طهرانية في المجتمع العراقي على وشك الحصول. يتساءل الكثير بطريقة لا تخلو من تذاكي: ماذا حققت انتفاضة تشرين؟ كما لو أن عمر الانتفاضة 4 قرون. والحقيقة لا أدعي بسوء النوايا لكل المتسائلين، غير أنه من المؤكد أن معظمهم يندرج في خطاب السلطة المراوغ. والسلطة هنا أعم من سلطة الدولة، بل سلطة المجتمع ككل. وهذا الخطاب المراوغ هو أحد مصاديق الاستبداد الاجتماعي الذي يعفي نفسه بهذه التساؤلات من المسؤولية الأخلاقية لكل ما جرى لشباب تشرين. لسان حال الاستبداد الاجتماعي يقول: لا تطالبوا بحقوقكم، وإن طالبتم بها فسنختلق 1000 مبرر لتشويه سمعتكم. ببساطة شديدة، فإن شباب تشرين يبحثون عن ممكنات خارج سلطة الاستبداد الاجتماعي والسياسي،
وخصومهم يحاولون الحفاظ على السلطة. المضحك المبكي في هذا كله أن المدافعين عن السلطة من الفئات المعدمة لم يغنموا من خيراتها شيئا يذكر، ولكنهم على أهبة الاستعداد للذود عن مكتسبات السلطة وأساطيرها التي لا تنتهي حتى لو كلفهم ذلك أرواحهم. ما تحقق من مطالب الانتفاضة محدود، ولكن يبقى إسقاط حكومة عادل عبد المهدي القامعة للشعب مكسبا كبيرا لم يتحقق في العراق منذ أكثر من 75 عاما، أي منذ تظاهرات الشعب التي كانت تطيح بحكومات نور السعيد وصالح جبر وغيرهما إبان العادل الملكي. إن المتظاهرين يدعون إلى تغيير جوهري ليس شكليا تستطيع الأحزاب التنصل منه عندما يخف الضغط الشعبي عليها، وهذا ما جاء في تقرير لصحيفة المدى عن إنجازات الثورة. أكد ناشطون ومتظاهرون أن انتفاضة تشرين وإن لم تحقق كامل مطالبها في العام الأول من عمرها، إلا أنها أعادت الهيبة لصوت الشعب وأقالت حكومة قمعية وجعلت الطبقة السياسية تتسابق على تقديم قوانين تنسجم مع مطالب المتظاهرين، وفيما أشاروا إلى أن غياب القيادة الحقيقية للانتفاضة جعل من الحكومة والأحزاب تتعامل بانتقائية مع مطالب المتظاهرين. أكدوا أن الانتفاضة باتت تشكل اليوم معادلاً موضوعياً للطبقة السياسية الحاكمة، وهو ما سيفضي إلى تغييرات جوهرية بعد الانتخابات المبكرة. إن انتفاضة تشرين أصبحت معادلاً موضوعياً لأي قوى سياسية، وهذا ما يخلق نوعاً من التوازن السياسي في المشهد السياسي العراقي. إن المكسب الحقيقي للانتفاضة يتمثل باستثمار هذا الحراك في تشكيل كيانات سياسية تنبثق من رحم الانتفاضة وتخوض انتخابات حقيقية تؤسس لمنطلقات جدية في العمل السياسي وتسهم بإزالة الوجوه السياسية المستهلكة. الطبقة السياسية باتت تخشى جيل الانتفاضة وتحسب له ألف حساب، حتى إنها تحاول أن تتحايل على التعديلات في قانون الانتخابات لتضمن بقائها في مرحلة ما بعد إجراء الانتخابات المبكرة. دور الأحزاب وإن تراجع على أرض الواقع، لكن بالمقابل برزت قوة ميليشيات أكثر تمادياً وبطشاً لتحل محل الأحزاب، وهذه أخذت تفرض سطوتها بقوة السلاح. الميليشيات والمجموعات المسلحة هي الوجه الآخر إذن للأحزاب، وهي أذرعها العسكرية التي كانت تعدها لقمع أي رأي أو توجه مخالف لتوجهاتها بحسب الصحيفة. إن معرفة الخلفية السياسية لماكرون مهمة لمعرفة موقفه من الإسلام الذي عبر عنه في مناسبات كثيرة، كان آخرها تصريحه المثير للجدل أن الإسلام يواجه اليوم أزمة في كل العالم وعلى فرنسا مواجهة الأصولية. هذا التصريح هو امتداد لتصريحات سابقة لماكرون عما سماه الإسلام السياسي، والذي أكد بأنه لا مكان له في فرنسا. عن تصريحات ماكرون العنصرية كتب محمد بالروائح في صحيفة الشروق الجزائرية: حينما يقول ماكرون إن الإسلام يواجه أزمة في العالم كله فيجب ألا يهلل لذلك المسلمون، لأن الإسلام الذي يتباكى عليه ماكرون هو الإسلام التنويري الذي تمثله مؤسسة إسلام فرنسا التي يرأسها غالب بن الشيخ، والتي من أهدافها إيجاد إسلام فرنسي قائم على مبادئ الجمهورية الفرنسية لا يلتقي مع الإسلام الحقيقي إلا في الشعائر الظاهرة. أما السياسات والتوجهات فمختلفة تماماً وتحدد وفق الاجتهادات المعاصرة التي يدعي التنويريون أن المسلمين بحاجة إلى أن يستأنسوا بها ويؤسسوا عليها إذا أرادوا حماية كينونتهم الدينية والاجتماعية من الزوال في ظل عولمة طاغية وعلمانية مهيمنة. يجب ألا يستغرب المسلمون تصريح ماكرون بأن الإسلام يواجه أزمة في كل العالم، لأنه ما كان لماكرون ولا لغيره أن يقول ذلك لو أننا نحن المسلمين قمنا بواجبنا في الدفاع عن الإسلام، فالطبيعة لا تقبل الفراغ. لذا فإن رسالتي إلى كل الدعاة في العالم
أن يرتقوا بخطابهم الدعوي وأن يكشفوا للعالم عن الدرر الثمينة والقيم الإنسانية النبيلة التي جاء بها الإسلام، القيم التي تدعو إلى تعارف الحضارات وإلى السلم العالمي وتنبذ ثقافة التعصب للجنس والعرق. يجب ألا نتعامل مع تصريحات ماكرون بسطحية ظاهرة أو سذاجة سياسية أو أن نعتقد أنها جاءت عفوية، فهذه التصريحات إنما هي ترجمة للتحركات السياسية التي يقوم بها ماكرون في المنطقة العربية والتي حملت رسائل سياسية موجهة إلى حلفائه التقليديين. ونبقى مع تصريحات ماكرون العنصرية حول الإسلام، إذ كتب حسن أبو هنية في موقع عربي 21: لا يكف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تصدير أزمات فرنسا المزمنة وإخفاق سياساته بتنوير بلاده والعالم في كل مناسبة أو حتى من دون مناسبة بأن الإسلام مصدر أزمات العالم وسبب مشكلاته، وقد أتحفنا أخيرا بقوله إن الإسلام يعيش اليوم أزمة في كل مكان في العالم، وإن على فرنسا التصدي لما وصفها بالانعزالية الإسلامية الساعية إلى إقامة نظام موازن وإنكار الجمهورية الفرنسية. ظاهرة العنصرية وكراهية المسلمين لها جذور تاريخية راسخة في فرنسا، لكنها تنامت بصورة لافتة منذ عام 2015 عقب هجوم شارلي إبدو وهجمات باريس. ففي ظل حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة آنذاك والتي امتدت حتى نهاية 2017 وأسفرت عن قانون الأمن الداخلي ومحاربة الإرهاب، بعد رفع حالة الطوارئ أغلقت عشرات المساجد وقاعات الصلاة بدعوى ترويجها للتطرف، وخضع المسلمون لرقابة ووضع العشرات تحت الإقامة الجبرية. لا جدال في أن فرنسا تعد واحدة من أسوأ الدول الغربية في التعامل مع مواطنيها المسلمين نتيجة تبني نموذج متطرف في العلمانية استخدم كمبرر للتمييز ضد المسلمين بدعوى الاندماج ومحاربة التطرف. ويشير مفهوم الاندماج على الطريقة الفرنسية ببساطة إلى التخلي عن الإسلام، ولا يقتصر التنوير الفرنسي لأزمات العالم على الداخل الفرنسي، فالقراءة الفرنسية الماكرونية للأزمة أنها انعكاس لأزمة الإسلام ذاته. ولذلك تدعم فرنسا الأنظمة الدكتاتورية في العالم العربي بذريعة محاربة الإرهاب الإسلامي والإسلام السياسي، وتتدخل مباشرة في مستعمراتها القديمة بحجة مكافحة الإرهاب الإسلامي في مالي وليبيا وسوريا وغيرها. ويبدو أن الجيل الجديد من الزعماء العرب الدكتاتوريين لا يعنيهم وصف الإسلام بالإرهاب والتطرف والتشدد والانعزال، ما دام مشغلوهم الإمبرياليون راضين عن وجودهم في السلطة. وفي ظل ما يحدث من إسلام من دون دفاعات يتعرض لهجوم متواصل، هل يمكن السؤال عن أسباب التطرف في المنطقة، أم أن السؤال المحير يجب أن يكون لماذا لا يتطرف المسلمون الذين يتعرضون للعنصرية والاضطهاد والظلم والحصار داخل بلدانهم وخارجها، ويوسم إسلامهم كل يوم بالصفات السيئة والنعوت القدحية كافة؟ ذاك هو السؤال. بسعادة غامرة تتفقد الشابة الفلسطينية هذه القشوع البالغة من العمر 27 عاماً تتفقد نباتات الزنجبيل التي زرعتها في سطح منزلها في شمال الضفة الغربية للتأكد من نموها وسلامتها من أي آفات. تجربة هدير في زراعة الزنجبيل هي الأولى في الضفة الغربية، إذ بدأت مشروعها في شهر مايو آيار الماضي بزراعة نحو 600 شتلة، مستفيدة من تخصصها في الهندسة الزراعية. 5 سنوات مرت على تخرج هديل من جامعة خضوري بطول كرم بتخصص الهندسة الزراعية، لكنها لم تتمكن من إيجاد وظيفة مناسبة لتقرر عقب ذلك تشغيل نفسها بنفسها.
ولأنها لا تملك أرضاً تزرعها، فقد قررت تدير استغلال سطح منزل أسرتها ببلدة علار في قضاء طولكرم بمساحة تصل إلى 50 متراً مربعاً. قلنا مشاهدينا مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتورية. بهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا الصحفية لهذا اليوم، غدا بإذن تعالى صدى أقلام جديد من الرافدين في رعاية الله.